في حديث القاهرة، مصطفى قمر وابنه تيام بعد طرح فيلم أولاد حريم كريم مع خيري رمضان. نجوم أثروا في حياة مصطفى وآخرين لا يحبهم، وتيام يكشف نقاط ضعف والده وما الذي يرفض منه. مفاجآت خاصة بين الأب والابن، ومواقف وعلاقات الأسرة والصداقة والحب، وحديث عن الوسطى في الفن. مصطفى قمر وابنه تيام مع خيري رمضان، فقط في حديث القاهرة على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة.